عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة يا جماعة والشرح بتاع النهاردة منبثق وسهل جدا، وحاجة مهمة جدا الكل بيكون بيحتاجها في أوقات ترى. فأنا بنصحك إنك تحمل التطبيق ده، لأنه مساحته 5 ميجا أو 6 ميجا، وتخزينه على الهاتف حاجة بسيطة جدا برضو. فحمله عندك وخليه عندك، احتاجته كان ما احتاجتوش وهو مش مضايقك، تمام؟ كل الموضوع أو التطبيق ده هيفيدنا بإيه؟ أول حاجة هيقرأ لك الكيو آر بتاع الشبكات الواي فاي، هيعمل لك كيو ار خاص بك انت، هيخفي لك معلومات انت مش حابب حد يشوفها، فهيساعدك التطبيق ده تعمل كل الحاجات دي. هنشرح الموضوع على طول عشان ما نطولش الفيديو، تمام؟ ده التطبيق بتاعنا يا جماعه. اول ما بتفتحه بيجيب لنا الواجهه دي. اول حاجه بتعملها لو انت عندك الكيو ار ده مباشر قدامك، يعني مباشر قدامك، بتاخده صوره، بتمشي المربع ده على مربع كيو ار. تاني حاجة لو انت عندك مثلا صورة وعايز تشوف الكيو ار بتاع حد بعتهولي يعني وكده عشان اعرف الكيو ار الباسورد على الواي فاي ازاي، ده اسم الشبكة وده النوع، ده كلمة المرور، تمام؟ مجرد ما تتكي على علامة الصور دي تختار مثلا الكيو ار كده مثلا، بيجيب لك اسم الشبكة والنوع وكلمة المرور. طب عرفنا الموضوع ده. تاني حاجة انا اتكلمنا عنها، عايزين نعرف ازاي نعمل كيو ار للشبكة الواي فاي الخاص بتاعتنا، يعني الشبكة الخاصة بتاعتنا عايزين نعملها كيو ار، او عايزين مثلا نعمل معلومات سريه او اي حاجه من اللي هنشوفها دلوقتي نعمل لها كيو ار زي المربع زي ده. اول حاجه تجيبها كده، هتجيب انشاء كيو ار، هيجيب لك مثلا انشاء رابط لو انت عايز تخفي رابط، لو انت عامل عاوز تكتب كلام عادي نص رساله مثلا، عاوز تكتب كلام مهم عندك، لو انت عايز تعمل جهاز اتصال رقم موبايل، عاوز تعمل عنوان بريد اللي هو ياهو او هوت ميل او كده، عايز تعمل عنوان اس ام اس، او عايز تعمل حسابات جغرافيه، او عايز تعمل رقم هاتف، او عايز تعمل تقويم، او عايز تعمل واي فاي. احنا طبعا كلنا بنتكلم عن واي فاي دلوقتي، او كلنا فلاش خاطر واي فاي. بتكتب اسم الشبكه بتاعتك، بتكتب كلمه المرور، وبتعملها مخفيه، تمام؟ بتعمل كيو ار بس بيطلع لك. مثلا مش هجربها على الواي فاي، هجربها مثلا على نص عادي، هكتب اي كلام قدامكم اهو، تمام؟ واعمل له كده، واعمل له احفظ، هعمل كده، هجيب الضوء تاني، الكيو ار اللي عملته اتحفظ عندي، هجيب كده، هجيب الكيو ار اللي لسه عامله، جاب لي الكلام اللي لسه كاتبه. يا جماعه الكلام ده لسه كاتبه قدامكم اهو، جابهولي في بص اهو. ده كل فكره التطبيق، وتطبيق سهل يعني تافه جدا، وبالعربي يعني كله فاهم وكله عارف هو بيعمل ايه. وبكده يكون انتهى الشرح بتاعنا، ونلتقي بكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.